كما شفتوا هذه الدوره الثانيه كنضموا هذا المهرجان هذا، والحمد لله انتم الاجواء دازت زوينه كل شيء، وخلينا هذا العام هذه السنه هذه الشعار الجري من اجل المتعه من اجل الصحه، واللي الاهم هو جاء موازاه مع الذكرى الغاليه ذكرى العشرين ديال ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن نصره الله حفظه الله. والحمد لله حنا كنبغيو نديروا التظاهرات الرياضيه كنشجعوا الناس على ممارسه الرياضه. الحمد لله الاجواء مرات بسبب تكتل الجميع السلطه المحليه برئيس على راسهم السيد الوالي الامن الوطني القوات المساعده الوقايه المدنيه وزاره الصحه كل شيء تعبأ باش نجح التظاهره هذه الرياضيه. شكرا. بالنسبه للسباقات على الطريق ما كاينش شي واحد ما كيديش الواجب، هذه ماشي غير ظاهره، هذه راه عالميه ما يمكنش اورغانيزي، لان دابا ولينا تطورنا ولينا كنديروا لابيس الكترونيك. الناس خصهم يفهموا كاين لابيس الكترونيك، كاين التيشيرت، كاين الكاسكيت، كاين الساك، يعني ليكيفالون اللي كنعطيوهم حنا كتفوق داك الثمن اللي كي احنا كنمشيو. راه كاينين هواه كيمشيو للماراطون الكبار دون دون نيويورك بوسطن، كيمشيو غير لاسبانيا يجريو كيخلصوا هاد الانخراط هذا الانسكريبسيون كيخلصوها ب 60 اورو وحتى كتوصل حتى ل 300 دولار 300 اورو بالنسبه لي غو ماراطون. وما تلقاهاش ما تلقاش حتى بلاصتك. ها هي كاينه في لازيز داتون ديال ماراطون لندن 250000 واحد، 50000 كل عام كتشارك و 250000 واحد 300 دولار وما تاخذش الدوسار، خصك دير واحد التوقيت. الناس خصهم يفهموا شي شويه. بالنسبه للسباقات اللي كانت شحال هذه شعبيه ولا عشوائيه، ما بزاف صعيب باش ديرها، والناس ما بقوش كيرضاو داك الشيء، كلشي كيبغي ان سوفونير تيشيرت والميداليه، فهمتي داك الشيء علاش. وشوف بالنسبه للمؤسسات العموميه ما يمكنش، لان ما كتطلب واحد البيجي كبير باش تنظم التظاهره الرياضيه، ولكن راه كاينين شركاء معنا ما يمكنش غادي شركاء، لان هاد التنظيم راه تنظيم كبير، راه بزاف ديال الحوايج، راه عندك اللوجيستيك، عندك كما قلت لك لي ميضا، عندك لي تيشيرت، عندك لي كاسكيت، عندك لي ساك، عندك الناس اللي كيسهروا على التنظيم، عندك الشركه ديال التايمينغ، بزاف ديال الحوايج الاولى كيداروا دابا. شحال هذيك انت كدير كتاخذ الدوسار عاديه وكتمشي تجري، ما كاين لا لابيس الكترونيك لا والو، هادشي باش يفهموا الناس وصافي. ولكن حنا ما كنبزوش على الناس انهم يخلصوا ولا ما يخلصوش، اللي بغى يشارك راه كيجي مفتوح، يعني بحال مشيتي دير شي كلوب شي صال وكتريني، هذا هو اللي كاين. السبونسور ما بغيتش نهضر في السبونسور، لان السبونسور كاينين الناس اللي كيدعمونا، ولكن لي سبونسور غادي نقول كاينين سبونسور كبار، ولكن ماشي في مدينه فاس، ولكن الناس ديال فاس راه كيدعموا هذه التظاهره هذه الرياضيه يعني بجميع الوسائل، وكنشكرهم هاد المحتضنين هذو اللي كيدعمونا حنايا وكيتيقوا في واحد الشخص. ولكن انا ما بغيتش نتكلم على سبونسور، لان الاهم هو التنظيم، تنظم في المستوى العالي هو الاهم، لان لي سبونسور وهذا الشيء راه ملي كتكون استمراريه راه كتكسب سبونسور، كتكسبوا هذا العام والعام الجاي، ومن بعد كتكبر التظاهره الرياضيه الكبرى وكتولي كبيره بزاف. هذا هو اللي كاين. عدد المشاركين فوق 1000 مشارك، الحمد لله التظاهره الرياضيه في المستوى ناجحه، نتمنى لها الاستمراريه وشكرا.